وزير الصناعة والمناجم في رد على سؤال حول الإحصاء الصناعي قال أن لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة الداخلية والمالية تقوم بعملها لإحصاء العقارات الغير المستغلة. طاهر بن احنا زيد. كل حاره كاين يعني عمل مشترك بيننا وبين وزاره الداخليه ووزاره الماليه، رانا نوجدوا فيه على كل حال، ومن بعد نقدموه للسيد الوزير الاول وناخذوا يعني الاجراءات المناسبه، وهذا لاننا لازمنا نشجع اكثر المستثمرين اللي باغين يستثمروا، المستثمرين الحقيقيين.